أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأطيب الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. ووصلنا إلى أحكام الآنية. الآنية جمعها أواني، والأواني هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء والطعام وغير ذلك. هل الأواني جميعها مباحة في الشريعة الإسلامية؟ أولاً، لا ينبغي ولا يجوز استعمال آنية من الذهب أو من الفضة. يعني استعمال الذهب والفضة في الأواني، سواء صحون أو صواني بنسميها، أو صحائف أو معالق ملاعق أو شوك مثلا أو كاسات، شرعا لا يجوز. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال في الحديث المتفق عليه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني لهم للعصاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. طبعا هذا محرم على الرجال. الحرير والديباج نوع من نسيج الحرير. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. وفي حديث آخر، كل الأحاديث هذه متفق عليها، قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال في حديث آخر أيضا: إن الذي يأكل ويشرب في إناء من ذهب أو فضة فإنه يجرجر في بطنه نارا في جهنم. إذن لا يجوز استعمال الأواني من الذهب والفضة. ومن كان عنده آنية من الذهب والفضة فله أن يحتفظ بها كمنظر أو ديكور أو شكل، لكن لا يجوز أن يأكل بها ولا يستعملها. وهذه الآنية عليها زكاة. يعني إذا كان واحد عنده معالق أو ملاعق فضة أو ذهب وأراد أن يحتفظ بها للزينة فلا بأس، لكن مقابل ذلك عليه أن يدفع زكاتها، لأنها لا تعتبر من الزينة المشروعة مثل الحلي للنساء، وإنما هي زينة لكنها غير مشروعة للتزين أصلاً، فوجب فيها الزكاة لأنها أصبحت كالمال المدخر، كالمال المدخر. طبعاً هذا الكلام خواتي لا يتعلق بآنية فيها شيء من الذهب أو من الفضة. أحياناً يد الكأس تكون من فضة، فقط اليد، أو هناك يكون زينة لكأس الماء، زينة يعني كخط أو مثلاً شكل وردة من الذهب أو من الفضة. هذا ليس محرماً، إنما المحرم أن يكون أكثره أو كله من الذهب أو من الفضة. لماذا الذهب أو الفضة محرمان في الأكل والشرب في الإسلام؟ العلماء قالوا قد يكون التحريم سببه أمران. الأول أن في ذلك كنز للمال، والله تعالى لا يحب كنز المال، وهذا الكنز يمنع من تداول المال فيجمده ويحرم الناس من تداوله. اثنين، لأن الناس تنكسر قلوبهم إذا رأوا الذهب والفضة في أشياء يعني لا ضرورة لها في الحياة، وخاصة إذا كان هؤلاء فقراء. الفقير أحياناً الذي يعوزه أشياء أساسية في الحياة، عندما يرى ناساً يستعملون الذهب والفضة في الكماليات، هذا يؤثر في نفسه وقلبه، ولذلك لا ينبغي يعني إظهار هذه الأمور على
أعين الناس هكذا لأنها تؤثر فيهم. أيضا هذا لا يشمل الأشياء المطلية بالذهب والفضة، المطلية بالذهب والفضة لا يشملها التحريم لأنها لا تعتبر كنز ولا تنكسر قلوب الفقراء بهذا الأمر، لأن الطلاء يعني رخيص عادة وليس باهظ الثمن. أما الآنية من غير الذهب والفضة فلا حرج في استعمالها، سواء كانت من حديد أو نحاس أو ستانلس ستيل مثلا أو بلاستيك مثلا، كل هذا لا شيء فيه، لأنه هذا ليس بذهب ولا فضة، بمعنى ليست بأثمان، وأيضا الناس لا يعني تتمناها في الغالب الذهب والفضة. ولذلك روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتوضأ من تور من صفر، تور يعني إناء، صفر النحاس الأصفر، يكون النحاس في ألوانه قد يكون أصفر باهت أو غامق أو أصفر على أحمر، فهذا دل على أنه لا شيء في ذلك الاستعمال. هل يجوز استعمال آنية من جلود الحيوانات؟ قواتنا العلماء قالوا أنه يجوز استعمال آنية من جلود الحيوانات مأكولة اللحم، والحقيقة أنه يجوز استعمال جلود الحيوانات كآنية، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل، لكن بشرط التطهير، بشرط التطهير. التطهير نقصد به الدباغة، بمعنى هذه الجلود تنظف ويوضع عليها ملح ومواد تعمل على امتصاص الرطوبات من المسامات حتى تفرغها تماما، ثم يطلى بمادة كيميائية تغلق تلك المسامات بحيث يصبح الجلد كأنه قطعة من البلاستيك لا يتشرب الماء ولا يفرز النجاسات. وهنا إذا تم دباغة هذا الجلد فيمكن استعماله في الأكل أو الشرب، يعني كوسائل وليس أكله، لا كوسائل في الأكل والشرب. وكذلك يمكن استعماله في الملابس، احنا بنعرف انه الله عزكم بعض الأحذية، بعض الجاكيتات أو السترات أو بعض الشنط خاصة للنساء مستعمل فيها جلود الأفاعي، جلود البقر مثلا، أو ريش الطيور، أو الفرو الخاص بالدببة أو بالأرانب إلى غير ذلك، فلا بأس في ذلك، لأنه هنا نتحدث عن شيء دبغ لم يستعمل للأكل وإنما يستعمل لوسائل أكل أو لباس، والله تعالى حرم أكل الميتة ولم يحرم الانتفاع منها في غير الأكل، فقال حرمت عليكم الميتة، المقصود الأكل، لأن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني يتحدث عن الأطعمة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن الحديث الآية تتحدث عن أكل أو طعام هذه الأشياء فحرمتها، لكنها لم تحرم ما عدا ذلك. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوضأ من سقاء، سقاء يعني وعاء يسقى منه أو يشرب منه، فقيل له إنه من ميتة يا رسول الله، هذا الجلد جلد حيوان ميت، فقال صلى الله عليه وسلم: دباغه يزيل خبثه أو نجسه. والحديث رواه الحاكم وصححه، والبيهقي وصححه، ورواه ابن خزيمة. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، قربة وعاء جلدي من ماء، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله
إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب يعني جلد، إهاب جلد. أيما إهاب دبغ فقد طهر. وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال لمن حوله: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله. يعني استنكروا، كيف إحنا نأخذ شاة ميتة ثم نأخذ جلدها ولا ننتفع به؟ فقالوا: هذه ميتة يا رسول الله. فقال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. إذن يجوز استعمال جلود الحيوانات أو حتى عظام الحيوانات في الأكل أو الشرب كوسائل معينة بشرط التنظيف والدماء. إحنا نعرف طبعاً في بعض الناس عم بيصنعوا المشط للشعر من عظام الحيوانات أو من ريش الحيوانات أو من شعر الحيوان، كل هذا إن شاء الله لا شيء فيه. طيب، هل يجوز استعمال آنية أهل الكتاب؟ طبعاً يجوز، ما في مانع عندنا شرعاً، لأن الله تعالى أباح أكل طعامهم. إذا كان أكل طعامهم مباح، فكيف بالصحون أو الأدوات التي وضع فيها الطعام؟ ما فيها شيء. الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما في مشكلة. في أمريكا يعني ممكن تأكلي لحما في مطعم، على أساس أنه هذه البلد نصرانية فهم يحسبون أهل كتاب، فيجوز أكل طعامهم لأن الله تعالى هو الذي أباح لنا ذلك. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي، يعني واحد يهودي عزم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، قال له: يا محمد تعالى فكل عندي، نعزمك على الأكل، على الطعام، على الغداء. فقدم له خبزا وإهالة سنخة. الإهالة السنخة يعني مثل الزبدة أو السمن، زبدة أو السمن، ولم تكن طازجة فهي سنخة، يعني مر عليها وقت فلم يرفض النبي عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. ما كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني أحاديث كثيرة تبيح ذلك، ولكن بشرط أن تكون خالية من آثار المحرمات كالخمر والخنزير. وقد روي عن رجل اسمه أبو ثعلب الخشني، أو عفوا الخشني، قال: قلت يا نبي الله، إن بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني الشرط أن تكون نظيفة، إذا مش متأكد فاستعمل غيرها، لكن الأصل أن تكون متأكدا من نظافتها. وفي رواية عند أبي داود قال: إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارخصوها أو فرحضوها، اغسلوها، فرحضوها بالماء وكلوا واشربوا. إذن مقصود تنظيفها. وهذا خواتي ينطبق على آنية غير أهل الكتاب، حتى المشركين المهم أن تكون نظيفة، أما طعام غير أهل الكتاب فلم يباح لنا. طيب، آخر مسألة في هذا الباب اللي هو باب الطهارة، مقدمة في الطهارة،
وأخواتنا أمر ليس له علاقة بالطهارة، وإنما له علاقة بالآنية. وهذه المسألة تتحدث عن استحباب تغطية الأواني سواء كان فيها طعام أو فارغة، أو إيكاءها إن كانت فارغة، يعني إذا كان فيها طعام نغطيها، وإن كانت خالية نوكيها يعني نقلبها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية، يعني كاسة المي ضعيها على وجهها عشان تغلق، وخمروا الطعام والشراب، خمروا يعني غطوا. وفي حديث قال: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا فليفعل. يعني لو ما فيش غطاء ممكن أنا أغطي كأس الماء الذي فيه ماء أو صحن الطعام، إذا لا يوجد شيء ممكن أغطيه بمنديل أو أضع أي شيء حتى لو كان عود فوق الكأس الماء أو كأس الشاي أو العصير، لكن لا أتركه مفتوحا. طيب لماذا خواتنا؟ طبعا في كل مرة كان يقول واذكر اسم الله، لأنه خواتنا إحنا بنأخذ بالأسباب لكن نعتمد على رب الأسباب. بعد أن نأخذ بالأسباب نتوكل على رب الأسباب، لأنه هو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يمنعها أو يعني يصرفها كيفما شاء. فنحن نأخذ بالسبب لكن ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه في أمرين خوات، أمرين. لماذا؟ لأمرين. أولا لأنه الطعام المكشوف أو الآنية المفتوحة قد ينزل بها بعض الجراثيم أو الحشرات، وقد يكون تكون ضارة، أو قد يكون غبار، أو قد يكون يعني آثار فحم مثلا محروق أو أشياء بالجو، هذا قد يضر الإنسان. قضية ثانية حتى لا ينفث فيها الشيطان، حتى لا ينفث فيها الشيطان. ففي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء، يعني أولادكم الصغار لما الليل يخيم كفوهم، يعني اجمعوهم وأدخلوهم إلى المنازل. كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء وإياكم والسمر بعد هدأة الرجل، يعني إذا كان الليل خيم وصار سكون لا تسمروا، يعني لا تطيلوا السمر الليل لأنه بدك تنام بدك تصلي. قال: وإياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يبث الله من خلقه، يعني الشياطين والجن ينشطون في الليل. ثم هناك أكيد حشرات تخرج في الليل، فقال: لا تدرون ما يبث الله من خلقه. ثم قال: فأغلقوا الأبواب، أبواب البيوت، وأطفئوا المصباح، وأكفئوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأوكوا السقاء. أحاديث كثيرة الحقيقة في هذا الموضوع، أنا فقط حبيت أني أعطي فكرة. الحديث يقول أنه في الليل نكف الصبيان، نغلق الأبواب، نطفئ النيران، نوكي السقاء، نخمر الأطعمة والأشربة، ونذكر اسم الله في كل ذلك. هذا كله حماية للإنسان من أي أضرار قد تصيبه من حشرات أو رياح فيها سموم أو من نفث الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وفي القرآن النفاثات في العقد، النفث أن الشيطان ينفث، وهذا يضر الأصل أن يتجنبه. طيب
إذن هذه خواتي انتهينا الآن من مقدمة في الطهارة، تحدثنا فيها عن معاني الطهارة والنجاسة وأقسام الطهارة وأقسام النجاسة، تحدثنا عن أحكام الماء وأحكام السؤر وأحكام الآنية. نأتي الآن إلى القسم الأول من أقسام الطهارة، وهو الطهارة من الأحداث، لأنه إحنا حكينا الطهارة هي النظافة من حدث أو خبث، فسنتحدث الآن عن الطهارة من الحدث أو من الأحداث. الطهارة من الأحداث تكون بأربعة أشياء: بالوضوء والاغتسال والمسح على الخفين والعمامة والجبيرة والتيمم. نأتي إلى الوضوء. الوضوء في اللغة من الوضاء، والوضاءة الحسن والبهجة، يعني الوضاءة ليست فقط نظافة وإنما أكثر من النظافة، بحيث الإنسان يكون حسن أو مبهجا، حسنا أو مبهجا، لأن النظافة الوضوء طهارة فوق الوضوء. أخواتي، إحنا بنفرق بين كلمة وضوء ووضوء. وضوء بضم الواو، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. والوضوء هو الماء المستعمل في الوضوء، والماء المستعمل في الوضوء، تماما مثل بنقول وقود ووقود. الوقود هو الاشتعال، الوقود هو مادة الاشتعال من الحطب أو الخشب أو البنزين أو السولار مثلا. الله تعالى شو قال؟ قال وقودها الناس والحجارة، مش وقودها، وقودها، أي أنها ستشتعل في الناس والحجارة. الناس والعياذ بالله هم وقود النار، هم وقود الوقود. وأيضا خواتي نقول سحور وسحور، وفطور وفطور. السحور الطعام، السحور تناول الطعام وقت السحر، وكذلك الفطور والفطر. طيب، ما هو الوضوء؟ الوضوء هو غسل ومسح بالماء لأعضاء مخصوصة. غسل ومسح، الوضوء فيه غسل ومسح، والأعضاء مخصوصة، مش أي أعضاء. الله تعالى أمرنا أن نغسل الوجه واليدين الرجلين وأن نمسح الرأس. طيب، قبل ما أحكي كيفية الوضوء نتحدث عن فضائل الوضوء. خواتي، الوضوء بحد ذاته عبادة كبيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. يعني الوضوء، بالوضوء تغفر الذنوب. وتوضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه أمام الناس مرة ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني الإنسان لما يعمل حسنة، هذه الحسنة تخصم إذا كان عنده سيئة، لأنه السيئات تأكل الحسنات والحسنات تمحو السيئات. إذا عنده سيئات وعمل حسنة، هذه الحسنة ستمحو بعض السيئات لكن لن تحفظ له، لأنه عمل سيئات. فقد يعمل خيرا لكن لا يستفيد من الخير، لأنه هذا الخير أزال عنه ما عنده من السيئات. لأنه خواتنا، حسنات السيئات مثل الميزان، تكثر السيئات، إذا عمل حسنات بتقل. طيب، عنده حسنات كثير، عمل سيئات، إن السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، الحديث الشريف.
لكن شوف، لما تروحي حضرتك تصلي وتوضيتي، وضوءك سيمحو ذنوبك. طيب، والصلاة ستكون حسنات مطلقة، حسنات صافية، لن يخصم منها شيء. والمشي إلى المسجد حسنات صافية، لن يخصم منها شيء. فالوضوء يمحو الذنوب، الصلاة تأتي على شخص ليس عنده ذنوب أصلا، فتخزن له هذه الحسنة. طبعا هذا شيء عظيم، ولذلك من السنة حتى لو كان واحد متوضي وقام إلى الصلاة أن يتوضأ. ليش؟ على أساس تغفر ذنوبه قبل الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم أيضا، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أدلكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. شو هذا؟ فقال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إسباغ إتقان، ما يرفع الله به الدرجات والحسنات إتقان الوضوء. في ناس ما بتقنوا توضأ بسرعة لا يتقنه. طيب، هنا المطلوب إسباغ إتقان الوضوء، مع أن النفس أحيانا تكره، خاصة الواحد مرات في الجو البارد، خاصة إذا كان لابس ملابس كثيرة بده يخلع الملابس عشان يكشف على إيديه مثلا، هذا تكره النفس، بده الله عزكم يخلع الحجاب، يخلع المرأة الحجاب، يخلع هو الخف أو الحذاء أو تكره النفس، ومع ذلك هو يقوم بالوضوء على أصوله متحديا تلك المكان. ثم قال: وكثرة الخطى إلى المسجد، يعني الذهاب والإياب إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا من السبعة اللي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. مين؟ من ينتظر الصلاة، من ينتظر الصلاة، يعني دائما قلبه مشغول بالصلاة. ثم قال: فذلكم الرباط، بمعنى هو مرابط على العهد مع الله، العهد مع الله. وذلك في الحديث قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالارتباط بالصلاة ارتباط بالله ورباط على أمر الله. نعم. طيب، قال عليه الصلاة والسلام أيضا: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة، كهيئته يوم ولدته أمه، يعني الوضوء تغفر فيه الذنوب كلها. فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة، وإن قعد قعد سالما يعني من الذنوب. طيب، ما هي أعمال الوضوء؟ أعمال الوضوء فرائض وسنن وآداب، ثلاث أمور. طيب، خلينا نتحدث عن فرائض الوضوء أو عن فروض الوضوء. ما هي فرائض الوضوء؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بعض العلماء قال أن فرائض الوضوء أربعة، وهي المذكورة في الآية: غسل الوجه،
غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس وغسل القدم. وبعضهم زاد فرضين على الأربعة. الأربعة محل اتفاق، طب ما هما الفرضان الآخران؟ قالوا النية، لأن النية تفرق بين العادة والعبادة. يعني ممكن الواحد يغسل وجهه وإيديه ورأسه لا يقصد الوضوء، لأن لا يؤجر. ممكن الواحد يغتسل لا ينوي الاغتسال، لا يؤجر. طيب كيف عرفوا أن النية فرض؟ قال الإمام الشافعي: إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، معناته في نية للصلاة، أنا قمت إلى الوضوء بنية أن أتحضر. النية إذن فرض. طيب والنية والفرض السادس ما هو؟ قال الترتيب بين الأعمال الأربعة التي ذكرتها الآية. الترتيب فرض. لماذا فرض؟ قال لأن القرآن رتب بينها، ولو لم تكن مهمة ما رتب القرآن بينها. وعلامة الترتيب أن الأعمال الأربعة ثلاثة مطلوب فيها الغسل، وواحد مطلوب فيها المسح. فلو لم يكن الترتيب مهما لذكر الثلاثة المغسولة ثم أخر الممسوحة إلى نهاية الآية، لكنه قطع المغسولات بذكر الممسوح. وما قطع المغسولات ليذكر الممسوح إلا لأن الترتيب مهم. يعني لو لم يكن مهم لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، خلصنا. يلا وقطع اغسلوا وجوهكم، وجوه مفعول به منصوب بالفتحة، وأرجلكم مفعول به منصوب بالفتحة لأنه معطوف على المنصوب منصوب. ثم قطع الحديث عن المغسولات وقال وامسحوا برؤوسكم، الباء حرف جر، رؤوسي اسم مجرور بالباء، فهو هنا مجرور وليس منصوب. ثم قال وأرجلكم، فنصب الأرجل لأنه عطفها على الوجه. وبالتالي قالوا الترتيب فرض. هاي عندنا كم صار؟ ست. في بعض العلماء زي الحنابلة أضافوا فرضا سابعا. ما هو؟ قالوا الموالاة. شو يعني الموالاة؟ بنسميها بالفقه الفورية، يعني إذا بدأت بالوضوء لا تتراخى حتى تنتهي منه. أنت بدك إيه؟ موالاة. أي ما علامة الموالاة؟ قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا وأرجلكم. الواو يعني تتالي، تتالي دون توقف. يعني الموالاة مثلا بالطواف، بالسعي، بالصلاة مهمة. ليه؟ لأنه إحنا لما نطوف حوالين الكعبة المشرفة لا نطوف مثلا أشواطا ثم نتوقف ساعة أو ساعتين ثم نعود ونكمل الأشواط السبعة، لا ما بنفع. موالاة. فقالوا الوضوء يحتاج إلى موالاة. جاء علماء آخرون فأضافوا فرضا ثامنا وهم المالكيين، فقالوا الدلك فرض. شو الدلك؟ يعني الفرق، يعني مش إني أصب الماء صبا، لا أصب الماء وأفرق. طيب ما الدليل؟ قالوا غسل اللغة العربية تعني تعميم الماء مع الدلك، لأنه إذا وضعنا على الشيء ماء ثم أفرغناه من الماء لا يسمى غسل، إنما يسمى غمر أو بل.
يعني احنا بنجيب مثال، لو كان في كاسة قهوة مثلا وجئت أنا أريد أن أنظفها، هل يكفي أن أضع فيها ماء ثم أفرغها، ولا الأصل إني أفركها؟ أفركها. فقالوا هناك فرق بين غسل وبل أو صب أو غمر أو أصاب. فغسل تحتاج إلى الدل. إذا لاحظوا خواتي العلماء كيف اختلفوا بالنسبة للآية. ليش؟ لأن الأحكام الأدلة الشرعية من القرآن أو من السنة، يعني حديث أو آية أو حتى باللغة العربية، الجملة العربية لا تعطي المعنى دائما صراحة، وإنما أحيانا توصل المعنى إشارة، إشارة يعني تشير إلى الأمر، أو لا تشير وإنما اقتضاء، بمعنى لا يفهم الكلام إلا إذا قدرنا كلاما لتفهم الجملة. فمثلا لما قال إذا قمتم إلى الصلاة، أشار إشارة إلى النية، إلى النية. طيب لما قال فاغسلوا، عند الإمام مالك الغسل يقتضي الفرق، يقتضي الفرق، لأنه لا يكتمل المعنى إلا إذا كان الغسل مع الفرق. أعطيك مثال، مثلا الله تعالى في آيات الميراث بتكلم عن ميراث الأب والأم من أبنائهما، إلى أن قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. خلصت الآية، الآية بتقول واحد ما وورثه أبواه، من أبواه؟ أمه وأبوه. يعني في وارث ثاني؟ لا. في إله زوجة؟ لا. في إله أولاد؟ لا. مين الوارث؟ الأب والأم. طيب إذا إله أخوة، الإخوة يحجبون بالأب دائما، الجد يحجب بالأب. طيب شو قال؟ فوارثه ووارثه أبواه فلأمه الثلث. خلصت الآية. طب أبوه كم بياخذ؟ بقول لي قدر المعنى أنت مما تقتضيه الآية. إذا بدي أكمل المعنى أنا بقول إيش بقول؟ فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان. انتهينا، لأنه إحنا نتكلم عن واحد صحيح. إذا هذا الواحد أمه أخذت منه الثلث، هذا يبقى ثلثان. إذن بدون تذكر الآية، لم تذكر الآية شيئا، إنما المعنى يقتضي أن أقدر كلمات ليست في النص. كل بساطة، لما تذهب إلى مكان مثلا على الأرمات في المحال التجارية، مثلا تجد بقالة الوفاء، نادي مثلا النادي الرياضي، شو يعني؟ طيب هذه، هل هذه جملة باللغة العربية؟ طيب تقول بقالة الوفاء، شو يعني بقالة الوفاء؟ القدر كلمة، ما هي؟ هنا بقالة الوفاء، هنا النادي. هيك اللغة العربية. أعطيك كمان مثال عشان نفهم المقصود. لما حضرتك بتقرأ القرآن الكريم تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تعني هذه الجملة؟ بالظاهر بقول بسم الله، أسمي الله. طيب لماذا؟ لماذا؟ كيف أسمي الله؟ قال عليك أن تقدري كلمة، تقولي أقرأ القرآن بسم الله، أبتدئ التلاوة بسم الله. فأنا بدي أقدر بسم الله. شو يعني بسم الله؟ يعني أقرأ بسم الله، أبدأ قراءتي بسم الله. إذن الآية التي تتحدث عن الوضوء، العلماء استنبطوا منها أحكام، نحن العوام
لا نستطيع أن نستنبط بهذا العمق من الآيات. ولذلك هناك فرق بين المجتهد والعالم، كما أن هناك فرق بين عالم وطالب العلم أو طالب العلم والعامي. هذا شغل المجتهدين من أمثال أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم وغيرهم. طيب أخواتي، هذه فروض الوضوء. طيب لو واحد توضأ ونسي فرضاً، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ عليه إما أن يعيد وضوءه وهو الأحسن، أو يقوم بالواجب الناقص ويكمل ما بعده حفاظاً على الترتيب. فلو نسي مسح رأسه يعود إلى الوضوء فيمسح رأسه ثم يغسل قدميه، وإذا أراد أن يأخذ بالسنة يمسح رأسه ثم أذنيه ثم يغسل قدميه حتى يحافظ على الترتيب. طيب لو تذكر أنه لم يمسح رأسه في الوضوء بعد أن صلى، يعني هو صلى وانتهى من صلاته، قال إيه أنا نسيت في الوضوء أن أمسح رأسي، ماذا علي؟ علي أن يعود فيتوضأ من جديد أو يمسح رأسه ويكمل ثم يعيد الصلاة، لأن الوضوء واجب والصلاة واجبة. والقاعدة الفقهية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، لذلك الوضوء واجب، وما بني عليه على الباطل باطل. الآن احنا حكينا عن الفروض، سنتحدث الآن عن كيفية الوضوء. أول شيء بالوضوء النية، والنية معناها القصد في القلب، يعني أن أقصد بمعنى أن أعرف في ذاتي أنني أريد أن أتوضأ من لله سبحانه. هذه النية. إذن النية محلها القلب، أين تكون؟ في القلب. معيار النية شو؟ أن أعرف ماذا أريد فقط، يعني أنا ذاهب إلى الماء أعرف لماذا؟ لأني أريد أن أتوضأ من غير أن أتكلم، ما دمت أعرف في قلبي في نفسي فهذه نية. والنية خواتنا على هذا الأمر لا يشترط فيها اللفظ. بعض الناس يلفظ بالنية، بيقول نويت أن أتوضأ لصلاة العصر تقربا إلى الله. ما له داع؟ ملوش داعي يا أخي، لأنه هذه مش نية، هذه صارت التلفظ بالنية، صارت إعلانا للنية. إحنا ما بدنا إعلان النية، نية بقلبك بس. أنا ذاهب إلى المغسلة، خلاص إذن النية حصلت لأني أعرف أنني ذاهب من أجل الوضوء. والوضوء خواتي، الوضوء كما قال الإمام الشافعي فرض، وعفوا النية فرض في الوضوء، والنية فرض في كل العبادة. لا تصح العبادة إلا بالنية. ليش؟ لأنه بكل بساطة النية تميز العادات عن العبادة. كيف يعني تميز العادات؟ يعني خواتي شوف، احنا في عنا عبادة في عنا عبادات وفي عنا عادات. العبادة هي، أو خليني قبل ما أقول شو العبادة، العبادة نوعان، عبادة خاصة وعبادة عامة، يعني عبادة مفروضة وعبادة غير مفروضة. فالصلوات الخمسة عبادة مفروضة، والصوم في رمضان عبادة مفروضة. طيب، وصلاة السنة عبادة غير مفروضة، وصيام الخميس والاثنين عبادة غير مفروضة. تمام. إذن العبادة لا تصح سواء مفروضة أو غير مفروضة
لا تصح إلا بأن يجعلها المسلم لله وحده خالصة من غير مراءات ولا شرك. يعني لما أصلي لله فقط، مش علشان الناس تشوفني بصلي، لا أريد أن أرائي ولا أشرك مع الله أحدا أو شيئا. طيب كيف أنا بدي أعلن إخلاصي لله بأن أنوي أجعل هذه العبادة لله؟ فالعبادة تحتاج إلى نية. طيب إذا واحد صلى من غير أن يخلص لله، هل تقبل عبادته؟ لا تقبل. النية هي إعلان إخلاص. أنا لما أنوي أعلن لله أني يا الله أريد أن أصلي من أجلك ووجهك الكريم، لا أبتغي شيئا غير ذلك أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مأمور أن أعبد الله بإخلاص. ما الذي يعبر عن الإخلاص؟ إني تمام. طيب خلصنا من العبادة، عندنا عادات. العادات أمور لم يأمرني الله بها ولم يستحب هذه الأمور، وإنما جعلها أشياء فطرية يقوم الناس كلهم بها، العابد وغير العابد، المؤمن وغير المؤمن، الكافر والمسلم. مثلا شرب الماء، النوم، الوظيفة مثلا، لبس الملابس مثلا. هل الله تعالى أمرنا أن نذهب إلى الوظيفة؟ هل أمرنا أن نلبس ملابس محددة؟ هل أمرنا أن ننام بساعات معينة؟ لا، هذه عادات. واحد نعس ينام، عطش يشرب، هذه عادات. هذه العادات إذا أردت أن أجعلها عبادات أستطيع. طب كيف أستطيع أن أجعلها عبادات؟ أن أجعلها لله أو وفق ما يريد الله. مثلا واحد عطشان بده يشرب مي، إنسان مش متدين أو مش مسلم بيشرب مي وخلاص بيرتوي تمام. طيب أنا كمسلم بدي أجعل شرب الماء عبادة، طيب شو أعمل؟ بقول بسم الله، وإذا بدي أخذ كمان السنة وفق ما يحب رسول الله أشرب الماء على مرتين أو ثلاث مرات دفعة، وأحمد الله عندما أنتهي، وأشرب الماء وأنا جالس، صار بالنسبة لي شرب الماء عبادة. أنا أريد أن أنا غير مسلم ينام. المسلم يريد أن يجعل النوم عبادة، ماذا يفعل؟ يمكن أن يتوضأ قبل أن ينام، على شقه الأيمن، يدعو دعاء النوم، يقرأ سورة الكافرون، ينوي أن يقوم إلى صلاة الفجر أو إلى صلاة التهجد، صار نومه عبادة. إذن النية تميز العادات عن العبادة، هذه الجزئية. ولذلك في الحديث الشريف قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال، ما قالش العبادات، قال إنما الأعمال تحدد أجورها بالنية ولكل امرئ ما نوى. إذا نوى أن هذا العمل لله أصبح عبادة، فمن كان
هجرته إلى الله ورسوله، يعني نيته أن يرضي الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أخذ الثواب. وإن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجره ليس لله. وهذه القصة، هذه الحديث قصة إنه في الهجرة من مكة إلى المدينة أحد المهاجرين لم يكن همه لا نصرة الدين ولا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب مع المهاجرين ليخطب امرأة في المدينة بس، هذا. وقال الحديث: ومن كان هجرته لدنيا يصيبها، يدور على شغل أو على منزل أو امرأة ينفعها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا خواتي، النية في الوضوء مطلوبة، لأنها تحدد إن كان هذا الغسل وضوءا لله أو للتبرد أو للتنظف، فهي تحدد أنه عبادة أم عادة أم عادة. طيب، بعد النية خواتنا، العمل الثاني عفوا التسمية. يعني شو التسمية؟ أن يسمي الله. شو يعني يسمي الله؟ يذكر اسم الله. و يعني التسمية أن يقول بسم الله أو أي اسم آخر من أسماء الله. لما نقول سمي الله يعني أذكر اسم الله أو أي اسم من أسماء الله، لأنه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ما في مشكلة. بس هو الله، اسم الله هو الاسم الجامع للأسماء كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. طيب، إذن مطلوب أن أسمي عند الوضوء. الآن خواتنا، ممكن أقول بسم الله أو أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الوارد أن نقول بسم الله فقط، يعني في أي عمل نريد أن نعمل، أكل، شرب، ذهاب، إياب، جلوس، وقوف، أقول بسم الله. طيب، متى أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم في موضعين. الأول عند قراءة القرآن، يعني لما نقرأ القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما نقول بسم الله فقط. والثاني عند الحديث، المخاطبات أو الخطابة، لأنه القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب كسرى وهرقل والمقوقس كذا، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا بسم الله فهذه تسمية، وإذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم فتسمى بسملة. بسملة يعني اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في اللغة العربية معروف، يسموه في اللغة نحت، يعني اختصار جملة في كلمة. تقول حوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بتحكي هللة، يعني لا إله إلا الله. شيء حي على، يعني حي على الصلاة أو حي على الفلاح. إذن نقول بسم الله قبل أن نتوضأ. ما حكم قول بسم الله؟ جمهور علماء على أن هذه سنة، وبعض العلماء يقول فرض، والراجح أنها سنة. ولذلك النبي عليه السلام كان إذا أراد أن يتوضأ كان يقول بسم الله دائما. وفي حديث، هذا الحديث بيستندوا عليه علماء السعودية بأن بسم الله فرض، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقال العلماء: لم يقصد لا وضوء يعني وضوء باطل، وإنما لا وضوء تام الأجر، يعني لو قال بسم الله يأخذ الأجر بالكامل، لما ما قال لم يأخذ الأجر بالكامل. هذا النفي بمعنى التعليم
للناس، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. مش معنى ذلك إذا لم يصلي جار المسجد في المسجد أن الصلاة باطلة، لا، لا صلاة تامة، أجر تام، لأن جار المسجد قريب، إذن هو سيخسر الأجر في الذهاب إلى المسجد، فلا صلاة تامة، هو سيعاتب أكثر من البعيد. ولذلك لما قال لا وضوء بمعنى لا وضوء تام الأجر، ظل نقطة أو نقطتين مهمة. طيب متى نسمي من بداية الوضوء؟ طيب إذا نسينا، يعني أنا تذكرت في نصف الوضوء أني لم أسمي، ماذا أفعل؟ أفعل كما إذا نسيت التسمية في الأكل، متى أفعل؟ أقول بسم الله أول هو نفس الشيء الوضوء، بسم الله أول هو. طيب شرط الوضوء قواتنا التسمية أن يكون الإنسان في مكان طاهر، يعني ما يكون في مكان تقضى فيه النجاسة، تنزيها لاسم الله تعالى عن مكان النجاسة. فإذا الإنسان يتوضأ في مكان بنسميه المرحاض أو دورة المياه، يعني المغسلة داخل المرحاض، فلا يسمي في الوضوء وإنما يسمي قبل أن يدخل الماء. والله أعلم، انتهت المحاضرة، سأقف إلى هنا. إذا كان في أي سؤال فتفضلنا بالأسئلة، إذا كان في سؤال. هل هناك أي سؤال؟ لو تفضلتم أستاذ، عندي سؤال بس مش في هذه الطهارة، بس غير الشيء اللي شرتي ليه على أكل لحوم أهل الكتاب. نعم. في سورة الأنعام فيها أنها إذا ذكر اسم الله عليه، فش الذكر هنا اسم الله بالنسبة للذبيحة أم غير لما تحب أن تأكلها؟ هو هذا المقصود بها هنا بالنسبة لأهل الكتاب، لما تأكلها كلوها واذكروا اسم الله عليه في الحديث، يعني هذا طعام أهل الكتاب، أنا أريد أن آكل، فقبل أن آكل أسمي الله فقط. رغم أن ذبيحتهم غير ذبيحتنا؟ طبعا هو احنا نعلم انه ذبائحهم غير ذبائحنا، طبعا النصارى، لكن اليهود يذبحون كما نذبح. نعم تماما، بس لكن النصارى اهل الكتاب. ما من قيس اذا وجد الماء بطل التيمم، يعني اذا في لحم حلال، يعني ذبيحه حلال ناخذ منها، يعني الاوجب. ولكن طبعا هو الاول. أخت أروى، we talk about like when we take the kids out to eat, not like في البيت. تمام. ما هو شوفي، مرات أنت بتاكلي برا في المطعم، مرات يمكن جارتك المسيحية تعزمك على طعام، ولا لا؟ ممكن يكون نعم، عندك نعم. منتدى ندوة مؤتمر مع نصارى في أمريكا، مش معقول ما تأكلي. الله تعالى أباح لك، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. خلاص، بعد كلام الله ليس لنا كلام. لكن كما تفضلت، أنا مخير أن أشتري لحما من ذبح نصارى أو لحما من ذبح مسلمين، قطعا سأخذ من ذبح المسلمين، لأنه الحديث يقول، ماذا يقول؟ أطب مطعمك تجب دعوتك. أيهما أطيب، الذبح الحلال أم الذبح غير الحلال؟ فأنا، لكن زي ما تفضلت أختنا، أحيانا أضطر إلى ذلك، أطفال يأكلون من خارج، أنا أضطر مرات مثلا أكل في مطعم، أنا ضيف، أنا مقطوع، أنا زائر، أنا جاري دعاني إلى الطعام، فلا حرج. شوفي، ديننا ترى ديننا سمح وسهل، لا حرج. جزاكم الله ألف خير. لو سمحت أنا عندي سؤال كمان. تفضل. هلأ بدي أسألك شيخنا عن الحمام، بعيد عنك، هلا الحمام بيكون في باب، تمام، مكان قضاء الحاجة، والمغسلة بتكون برا، هي والشاور برا. هلا أنا مثلا متوضية ولبست الجربان على وضوء، أجي أدخل مثلا على الحمام بجرباني، مش على القضاء الحاجة، على الحمام، إن الممر تبع الحمام يعتبر إنه هذا خلص نجاسة، لازم أحطه على الغسيل وأطول واحد تاني، ولا عادي بقدر أصلي فيه؟ طب ليش نجاسة؟ انت دستي على نجاسة؟
لا هو حمام، بس انه الحمام الاصلي له باب، بس انه المحل ما بنغسل بنتوضى بنتحمم مفهوم برضه مكان مفهوم تاني. مفهوم. حتى سامحيني، حتى الحمامات الآن كلها تقريبا سيراميك ناشف طاهر ولا لا؟ يعني صح. زمان كان في الحمامات هذه اللي أرضية، الآن خلصنا منها غالبا غالبا، فالأرض طاهرة. حتى لو دخلت إلى المرحاض ودست برجلك أو بالجراب على أرض جافة فليس عليك شيء، فيبقى الطهارة إن شاء الله ما فيها مشكلة. شكرا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. في ضمن الحمام يعني بيفور يسي، بعد قبل ما تتوضأ لازم تقول بسم الله وتعمل الدعاء، يعني جائز انه حتى لو في حمام، يعني الحمام مشترك ما بين المرحاض والحمام يعني اللي بتغسل فيه؟ نعم، لا تسمي فيه، ولكن سمي قبل الدخول. احنا من آداب الدخول المكان قضاء الحاجة قبل الدخول أن نقول بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، فأنت سميتي خلاص انتهى. لا تسمي المكان المشترك، لأنه هذا مكان لقضاء الحاجة لا يليق بأن يذكر فيه الله تعالى. طب لو سكرنا عفوا غطى الكابينة يا دكتور. حتى ولو يعني لو سكرت الكابينيه هل يصبح المكان لائق؟ لا يعني سامحين، انا دائما يسالوني الستات نفس السؤال، بدي اجاوبك نفس الجواب. هل المرحاض لو كان نظيف وسيراميك وجميل جدا هل يمكن ان نجلس فيه او نستقبل فيه ضيوفنا؟ يعني ممكن تستقبلي فيه ضيفتك؟ ممكن؟ تقول يا واحد يا جارتك تعالي نشرب قهوة في الحمام، ممكن؟ لا. إذن تنزيه الله أولى من تنزيه العباد، صحيح؟ صحيح. حتى لو ذكرناه في أنفسنا يعني مش جهرا. يعني إذا اضطريت تذكري فبقلبك، نعم ما فيها مشكلة إن شاء الله. نعم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال عن النية، إشراك النية. مثلا إحنا كمغتربات نشجع بعض على الذهاب إلى المسجد، نحكي مع بعض، تروحوا يوم الجمعة نروح نصلي ونشجع بعض، فهل هذا من إشراك النية؟ لأنه يعني السؤال إنه مثلا أنا ما كنت بدي أروح، ولكن صديقة حكت معي وشجعتني وخلينا نروح وكذا وأنا رحت، هل هذا إشراك نية ولا لا؟ هلا خليني أفرق لك بين رجل ومرأة. المرأة ليس مكتوبا عليها ولا من السنة أن تذهب إلى المسجد، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، فأنت بالنسبة لك ما في عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. طيب هل الرجل لو كان حالته مثل هذه الحالة هل هذا إشراك؟ نعم إشراك، لأنه الحديث الشريف من ذهب إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، إلا الصلاة يعني فقط الصلاة، فيكون له أجر كلما راح أو غدا إلى المسجد، يكون له بيت في الجنة. لكن لو اللي تفضلت فيه نلتقي في المسجد، أنا ما بدي أروح، أنا ما بدي أروح أصلي، لكن صديقي قال لي نلتقي في المسجد، فأنا ذهبت إلى المسجد، صحيح بدي أصلي، لكن كان الدافع لي إني أنا ألتقي بصديقي. الآن النية هون مش نية الصلاة، نية المسجد، يعني الصلاة إن شاء الله مقبولة، ما عندنا مشكلة. أنا بقول صار في إشراك بالنية للذهاب إلى المسجد، ولذلك هذا الشخص صلاته إن شاء الله 100%، بس لن ينال الأجر الكامل في الذهاب إلى المسجد. وهل نقيس على هذا يعني جميع العبادات، مثلا صيام اثنين وخميس شجعنا بعض واتفقنا انه خلينا نصوم ونلتقي ونفطر وكذا، او بس التشجيع ما في شجعنا بعض على القرآن التشجيع ما في شيء، العكس التشجيع جيد كويس نشجع بعضنا. بس مثلا انا بدي اصوم عشان معزوم، يعني انا لو اني مش معزوم على الفطور اليوم ما بدي اصوم، فصمت عشان معزوم على الفطور، صار فيها يعني النية ليست خالصة بصراحة. فبدنا احنا ايش نعمل؟ نعدل النية، اقول لا انا بدي اصوم لله مثلا، حتى لو ما في دعوة سأصوم ان شاء الله، خلاص انتهى.
لكن أنا صمت لأنه في دعوة في اجتماع وأنا أخجل إني أذهب وأنا مش صائم فأصوم. أنا صيامي الآن لم يكن لله أولا إنما للاجتماع. جزاك الله خير. شيخنا أنا عندي سؤال. دكتور هلا احنا مثلا لما احنا نكون حامل ولاد المرأة بتفطر عدة ايام او شهر كامل مثلا، هلا انا عن نفسي انه صمت شهرين متتاليين، هلا لازم برضو اطلع كفارة ولا خلص يعتبر الشهرين متتاليين خلص قضيتهم؟ انت افطرتي شهر رمضان وصمت شهرين؟ افطرت ما انا عشان الحمل والولاده باولادي كلهم يعني، فصمتهم شهرين متتاليين. يعني افطرتي رمضانين؟ بابني الكبير بابني الصغير، فانه هيك يعني افطرت اسبوعين وبيت. عندنا قاعده بهذا الامر، القاعده انه اذا الانسان افطر وصام خلال السنه ما عليه كفاره. طيب لو لم يصم خلال السنة لعذر، المرأة مثلاً عندها رضاعة فهي لم تقضي لأنه مرضع ما عليها شيء، العلماء شو بيقولوا؟ الكفارة على من استطاع أن يقضي خلال السنة ولم يقضي، يعني ما لهش عذر، هذا على الكفارة. هذا قول جمهور العلماء، لكن هناك قول للإمام أبو حنيفة وأنا مقتنع بهذا الرأي أكثر، أنه من أخر القضاء ولو لغير عذر فليس عليه كفارة، فليس عليه كفارة. طيب شو بكون؟ هو أخر القضاء فقد يأثم لأنه أخر القضاء بدون عذر، لكن هل عليه كفارة؟ عند الإمام أبي حنيفة لا، وأنا شخصيا مقتنع بهذا الكلام أنه لا يوجد كفارة سواء أخر الصيام لعذر أو لم لغير عذر. بالنسبة لك بس الآن بس بشرط إنه يقضي. طبعًا لازم يقضي بالنهاية. أنا بقول أخر. فبالنسبة لك الآن يا إما بتطلع الكفارة يا إما ما بتطلع. إذا أنت حالتك المادية كويسة أنا بنصحك تطلعي. ليش؟ أول خروجًا من الخلاف، ثانيًا اكتساب حسنة وتكوني خرجتي من الخلاف الفقهي. إذا ما طلعتي ما عليك شيء. وكم الكفارة اليوم؟ الكفارة هي فدية طعام مسكين، أن تطعمي مسكينا وجبة مشبعة. عندك 60 يوم مثلا، بدك تعمل 60 يوم 60 وجبة طعام، إما لشخص 60 يوم مثلا يتيم فقير أو أرملة تودي لها كل يوم وجبة 60 يوم، أو تطعمي 30 مثلا فقير كل واحد وجبتين، أو 10 كل واحد مثلا 6 وجبات. والأكل هذا ممكن يكون نيء وديني هم يطبخوا أو مطبوخ تعطيهم إياه جاهز أو تعزمهم عندك. يعني مثلا ممكن تشوفي عائلة فقيرة أو عائلتين، فلنفرض عائلة مكونة من 5، فلنفرض أنه مش في أمريكا أو في أمريكا زي ما بدك، نفرض في غزة، في لبنان، في السودان، بتروحي بتوديهم طعام مثلا كيلو لحمة، دجاجة، 5 كيلو رز، نوعين أو 3 من الخضار مثلا، تقول خذي يا فلانة اطبخي للعائلة. انت بتكوني قمتي بالعمل، يعني قمتي بالكفارة. أو مثلا في رمضان أو غير رمضان بتشوفي مركز أيتام فقراء أو مركز فقراء، بتقولي أنا بدي أوصي من المطعم على 60 وجبة وبدي أقدمها للفقراء، كله إن شاء الله جائز، إنما هي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي يا أستاذ كما تفضلت عندي سؤالين. قلت إذا نسينا التسمية ممكن نقول بسم الله أول وآخر،
مثلا نسيت تسمية تطلع وتقول بسم الله أول وآخر وترجع تتوضا ولا تقولها في قلبك؟ ممكن الجهتان صحيحة، ما في مشكلة. السؤال الثاني هو أنا أولادي في مدرسة أمريكية عادي، ومرات لما يروحوا لما يكون موعد الأكل نقول لهم تأكلوا لا لحم لا دجاج، لأنه أنا هذه نظرة تاعي، مش عارفة لأني مخطئة ولا على حق، لأنه أغلب هنايا مش من أهل الكتاب، أغلبهم ملحدين، الله يعلم. أنا كنت ننظر لي هكا، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ لا. هم بيقولوا عن نفسهم ملحدين ولا إحنا بنعتبرهم ملحدين؟ لابسين صليب، حاطين صليب على الحيط، هي على أساس ما على أساس مسيحيين، ما على أساس مسيحيين. خليك عندها، إحنا نتعامل مع الناس على أصولهم، يعني إحنا في عنا مسلمين كثير ما بيصلوا، صحيح؟ ما بيصوموا، هل بنعتبرهم إحنا بنعتبرهم كفار؟ يعني لو لك أخ النفر أو أخت أو جارة مسلمة لكن ما بتصلي، هل حضرتك تعتبريها كافرة ولا تتركي هذا لله؟ لا هذا لله أكيد. خلاص نفس الشيء، هذا بيحكي عن نفسه أنه مسيحي، ويمكن لا يفقه من المسيحية شيء، بس بالعكس حتى لو كان مسيحي فالمسيحية محرفة أصلاً محرفة، وربنا سبحانه وتعالى يعلم، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، ربنا قال، يعني مش إحنا، الله تعالى قال عنهم هذول كفار، ومع ذلك قال أنه المحصنات من أهل الكتاب، وقال وطعام أهل الكتاب وطعامهم حل لكم، الله تعالى هو المشرع، فأفتى بحل هذا وهذا، نأخذ بما قال. طيب شيخنا الفاضل، إحنا مش مغرب علينا الظن، هو في أمريكا فعلا هم بيعلنوا إنهم ما بيأمنوش في إشي. طيب يعني احنا ما رح نسأل كل واحد انت بشو بتآمن، في هناك نصارى وفي فعلا كثير منهم ما بيأمنوا. طيب حضرتك امريكا دولة مسيحية ولا ملحدة؟ اتوقع يا. طيب هذا اللي ذبح الطعام، اللي ذبح الدجاج لأولادنا في المدارس، هل تستطيع ان تعرفي من هو الذي ذبح وما هي ملته؟ تعرفي؟ لا ما بنعرف. نحن نحمل الأشياء على أصولها. أنا في الأردن دولة مسلمة، هل أنا كل ما أكل لحم أو دجاج أو شوكولاتة أو بروح ببحث من الذي صنعها أو من الذي ذبحها؟ ما بفعل. ليه؟ لأنه الأصل أن هذه بلد مسلم، فالأصل الذي الأشياء فيها قال. نفس الشيء عندك، تعتبر أمريكا بلد مسيحي، مش وظيفتك حتى لا يكون في حرج بالحياة أنك تعرف في هذه قطعة اللحم من الذي ذبح الشاة الخاصة بها. صعب الأمور، بتصير صعبة جدا. إحنا ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنحمل الأشياء على أصولها. نعم أستاذ، في عندي سؤال آخر حقيقة. تفضل أنا عندي اللحم الحلال في بيتي، لكن أولادي يرفضوا يأخذوا الأكل منا من البيت. نعم. ويروحوا المدرسة. صح، لكن في المدرسة كما قلت لك أنا نمنع عليهم يأكلوا اللحم ولا دجاج. والله أنا بالرغم أنه أنا عندي، لكن يرفضوا يأخذوا معهم المدرسة، يرفضوا يأخذوا الأكل معهم المدرسة. يعني هم بيحبوا يأكلوا من المدرسة؟ يحبوا يأكلوا من المدرسة. هل المدرسة؟ لكن أنا منع. هل المدرسة؟ نعم. هل المدرسة تأخذ رأيك بأنه ماذا يريد طفلك أن يأكل، يعني إذا حلال أو مش حلال، ولا ما بيسألوا زي أوروبا مثلا؟ وهما مثلا إذا قلت لهم أنا ممنوع يأكلوا اللحم ولا دجاج يمنعوهم، ما يعطوهمش اللحم والدجاج. فهمت علي. طب أنا إذا بدك نصيحة، اترك الولد يختار ما يشاء، يعني قولي له إذا حبيت تأكل لحم كل، بس مش دائما، يعني قولي له مش دائما عشان ما يعتاد، لكن إذا كان
يحب أن يأكل لحم، لا تمنعي، لأنه يعني أنا كمان مرة أختي، النبي عليه الصلاة والسلام قال في أمور الله تعالى أجاب عنها بنفسه ولم يتركها لنبي ولا لغير نبي، منها مثلا تقسيم الميراث، منها المحرمات من النساء، منها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الذي قال الله مش نحن، يعني ما في مفتي، لا يوجد مفتي قال هذا، الله قال، قال شوف كمان مرة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإحنا قرأنا بعض الأحاديث، كان الصحابة الكرام يذهبون إلى فتوحات إسلامية في بلاد مسيحية فيروا الأكل فيأكلونه ولا أحد يعيب على أحد. فأنا بعتقد الدين ميسر، ولا نريد أن نصنع عقد عند الأطفال ونظرة غريبة من المعلمين النصارى تجاه أطفال. فأنا بقول يعني كل لكل، بس مش دائما، يعني ما أدري، يعني أنت أعلم بأولادك، أعلم بوضعكم، أنا لا 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 أفتي لكم، يعني أنتم أدرى، لكن عموما ما في مانع لو أكل الابن أو أنت من طعام النصارى، لا ما يعني أستاذ أنا مع هذا الرأي، لأنه حتى الأطفال يعني مش ما توقفت بس على المدارس، يعني المطاعم نعم. أنت تفضلت، يعني الأطفال بتشتهي، بس إحنا بدنا نحذر من الخنزير، كلهم أولادنا ما يأكلوا خنزير فقط. لا خنزير أكيد ما بيأكلوا، لا بعرف يعني نحكي للمدارس، حتى الجيلاتين نحكي للمدارس، حتى جيلاتين أصلا المدارس منعوا الخنزير، حتى الجيلاتين ما بيأكلوا، المدارس منعت الخنزير عندنا. طب ممتاز، يعني فلذلك شوفي إحنا كمان بدنا نكون ميسرين متسامحين، ديننا تسامحي، ما بدنا نصنع عقد عند الأطفال، يعني طفل في المطعم حاب يأخذ مثلا برجر ولا مش عارف ولا خلاص ما في ما يعني شرعا لا يوجد مانع شرعي. يعني شوفي بصدق في أوروبا مثلا، أنا ما أجيت أمريكا بس رحت أوروبا، في أوروبا بعض المسلمين يفضل لحم النصارى على لحم، لأنه بقول لي يا أخي اللحم من عند هذا التاجر المسلم مرات بحس إنه مغشوش، ريحة طالعة، لحم مش كويس، بينما عند النصارى بأخذ لحم بلقاء نظيف. مثلا أنا ما أحب إنه يديم الإنسان الأكل من لحوم النصارى، لأنه أطب مطعمك تجب دعوتك، بس في موقف ما أحيانا لماذا ما مش ممنوع، مش ممنوع، فهذا إن شاء الله من المباح. لو سمحت عندي سؤال آخر بالنسبة للإطعام في حال كفارة الإفطار، إحنا ملزمين نعطيهم أكل؟ يعني ما بينفع نعطيهم فلوس وهم يشتروا؟ هو اللي قال فدية طعام مسكين، فدية ربنا سبحانه وتعالى قال، في أشياء أخرى ممكن نعطيهم فلوس، بس في هذا نعطيهم طعام، أو تقولي لربة البيت مثلاً هذا $50 اشتري فيهم طعم بس خلصتين، لكن ما بعطيهم أنا فلوس يشتروا مثلا أدوات مكتبية، لأنه أنا أريد أن أبحث عن من يحتاج الطعام، من هو جائع، أولى الجائع أولى من الذي يريد مال لأشياء أخرى، المقصود أن نبحث عن الأولى، عن الفقير الأشد، هذا هو المطلوب، فدية طعام مسكين. جزاك الله خير.